السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو رح نعمل تزيين حلو كتير للمرتبانات وبطريقة سهلة. وهذه المرتبانات عملتها السنة اللي فاتت بنفس الطريقة اللي حعملها معاكم اليوم. في البداية رح نستخدم مرتبان إزاز، وعشان نرفع الورق اللي بتكون عليه بنحطه بالمية السخنة نص ساعة، بعد كده بننشفه. وهلأ جاهز إنه نستخدمه. حنستخدم هذا التب، هحط التب على كل المناطق اللي ما بديش أدهنها وحابة إنها تكون شفافة. أنا رح أحط التب بهذا الشكل. ورح نستخدم دهان اللاكي اللي هو دهان الخشب. رح نستخدم اللون الأبيض، وحنستخدم مركزات الألوان اللي بنلون فيها البوية. أنا حابة أحط شوية من اللون الأصفر حتى يصير معايا اللون بيج أو أوف وايت. بتقدر تستخدموا اللون اللي أنتوا حابينه. وهلأ بجيب سفنجة وبحطها بالملقط بهذا الشكل وببدأ أدهن فيها. وعشان الدهان ينشف أسرع رح نخففه بشوية من التربنتين أو التنر حسب التعليمات الموجودة على العلبة. بدهن الجهة اللي تحت والجهة اللي فوق. وبدهن كمان غطيت المرتبان بنفس الطريقة. ورح أسيبها تنشف. هلأ أنا سبته يوم كامل ينشف، يعني تقريبا صار ناشف 70%. بقدر أدهن الوجه الثاني. بسيبه ينشف تماما يوم أو أكثر. وبعد ما نشف تماما بقدر إني أرفع التب. وهنا أنا لاحظت إنه في شوية من الدهان جاي على المنطقة اللي غلفتها بالتب وما بديش أدهنها، فحطيت شوية من التربنتين على قطنة وبحاول إني أمسح المكان اللي ما بديش أدهنه. والغطايا كمان دهنتها وجه تاني وسبتها تنشف. هلأ رح أغطي المرتبان ورح نبدأ نزينه. وطبعت هذه الرسومات على ورق خفيف، الورق اللي بيكون أخف من ورق الطباعة العادي. وهلأ رح أدهن طبقة خفيفة من غير الخشب على الصورة اللي طبعتها. وبلزقها على المرتبان بالراحة. وبحاول إني أطلع الهواء منها من النص لبرا. ومهم كتير في هذه الخطوات إنه نشتغل بالراحة وما نستعجلش عشان الورقة ما تنمزعش معانا. وبعد ما لزقتها كويس رح ألزق كمان صورة أصغر منها على الغطايا. طبعا بتطبعوا الصور بالحجم اللي بيناسب المرتبانات اللي حتستخدموها. وبنفس الطريقة بلزق الرسمة على الغطايا. وهلأ رح أدهن على الصورة طبقة خفيفة من الغرة. مهم كتير إنه ما أكترش غرة عشان أحافظ على الألوان. وعلى الرسمة التانية كمان رح أدهن غرة بنفس الطريقة. ورح أسيبهم ينشفوا تقريبا نص ساعة. وهلأ بعد ما نشفوا رح أدهن على المرتبان ورنيش مائي وعلى الصورة كمان عشان أحافظ عليهم. وبسيبهم ينشفوا تماما. وبالنسبة لتنظيف المرتبان بنفعش إني أحطه تحت المية، بجيب فوطة مبلولة شوية مية وبقدر أمسحه وأنظفه. وبهيك بقدر أحافظ عليه. يعني أنا عندي مرتبانات إلها أكتر من سنة عملها بنفس الطريقة، وهي صورها قدامكم. رح تلاقوا طريقة عمل هذا المنظم على القناة، كمان طريقة عمل منظمات المعالق اللي على شكل الكب كيك. ويا رب تكون الفكرة عجبتكم، ولا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات للكل حتى توصلكم كل الأفكار والفيديوهات اللي بقدمها. أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.